بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في التوحيد وهذه الخطبة رواها الكوليني في سابع أحاديث باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسيد والمرتدي بالجلال, بالجلال بلا تمثيل والمستوي على العرش بلا زوال والمتعالي على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسه لهم الى اخر الخطبه المباركه. في هذه في هذا المقطع من هذه الخطبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يبين بعض اوصاف الله سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حمد نفسه، لماذا؟ لأنه مستحق للحمد كله، كل الحمد لله سبحانه وتعالى، لعلوه الذاتي، ولإنعامه وفضله على المخلوقات. بان خلقهم ثم غمرهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى فلذلك هو الذي يستحق الحمد واما المخلوق اذا كان له انعام وتفضل فلا بد من شكره لكن مع العلم بان تفضله انما هو من الله سبحانه وتعالى الفقير الذي يتصدق عليه الغني لا بد لهذا الفقير ان يشكر هذا الغني وروي انه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ولكن ليعلم هذا الغني وليعلم هذا الفقير ان المال الذي تصدق به الغني للفقير انما هو من مال الله سبحانه وتعالى الله هو الذي اعطى هذا الغني هذا المال اذا المعلم يعلم التلميذ فلا بد للتلميذ من ان يشكر معلمه لكن ليعلم ان هذا العلم الذي كان المعلم انما هو بتعليم من الله سبحانه وتعالى ولو عبر جعل وسائل التعليم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده التي هي وسائل لتلقي العلوم وحبل الانسان العقل والذهن وادوات تلقي هذه العلوم التي يحصلها فاذا الله سبحانه وتعالى هو المتفضل وكل فضل يرجع الى الله سبحانه وتعالى فلذلك في الحقيقه الحمد هو لله لذا المروي من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق لان الله سبحانه وتعالى عبر هذا المخلوق اوصل اليك نعمه وهو الذي امرك بان تشكره فاذا لم تشكره فقد خالفت امرا من اوامر الله وقد نسيت واسطه الفيض التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك فلذلك الامام يقول الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسيد يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالكبرياء السلطان القاهر كما يقول وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذن الله سبحانه وتعالى هو المتصف طبعا التعبير بالمتصف يكون بكلمة اللابس هذا تعبير مجازي مثل الآية الشريفة التي تقول ولباس التقوى ذلك خير أو في آية أخرى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا تعبير مجازي، يعني اتصفت بهذه الصفة، اتصفت بأنها جائعة، خائفة، اتصف ذاك بالتقوى، فحينما نقول اللابس الكبرياء يعني المتصف بالكبرياء، لكن باعتبار أن المجسمة والمشبهة شوهوا اذهان كثير من الناس واخرجوا اللغه عن جمالها وعن فصاحتها وعن بلاغتها ومن الفصاحه والبلاغه المجاز حتى انه قيل ان اكثر كلام العرب مجازات لان المجاز من افضل وارقى اساليب البلاغه والقران هو ابلغ الكتب وفوق جميع الكتب بحيث لا يتمكن الانسان من ان ياتي بايه من مثله فالقران ايضا فيه مجازات كثيره واسال القريه يعني اسال اهل القريه هذا مجاز وهكذا وهلم جره لكن المشبهه ارادوا ان يشبهوا الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقات بان له يدين له رجل له اعين مثلا وانه جالس جلوسا حقيقيا على العرش، هذه عقائد اخذوها من اليهود من التوراه وارادوا تسويقها بين المسلمين، واحيانا وضعوا احاديث نسبوها زورا وبهتانا الى رسول الله صلى الله عليه واله، فحينما ارادوا اثبات ذلك من القران اضطروا ان يقولوا بقول يحاولون أن يفقدوا القرآن جماله وفصاحته وبلاغته فحملوا كل هذه الآيات التي وردت في أمثال هذه الأمور على أنها لا مجاز فيها وأنه لا متشابه فيها مع أن هذه الآيات مليئة بالمجازات التي هي من أرقى أساليب البلاغة وبعضها آيات متشابهة تبينها آيات محكمة من القرآن الكريم لكن قلبوا الأمر لذلك لا الام عليهم الصلاة والسلام حاولوا ان يبينوا ان هذه الاوصاف ليس فيها تجسيد لله سبحانه وتعالى هذه بلاغه هذا كلام بلسان القوم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم والعرب كانت فيهم في لغتهم المجازات والاستعارات والكنايات فالقران الكريم بنفس اللسان نزل بنفس اللغه نزلت نزل القرآن الكريم واستعمل نفس الأساليب ولكن بكيفية التي لا يتمكنون من الوصول إليها لرقيها لذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام حاولوا التركيز على هذه الجهة لتنزيه الرب من التجسيد فالإمام عندما يقول الحمد لله اللابس الكبرياء الكلام واضح لكن حتى فد واحد من المشبه لا يجي يفسر الكلام بأنه كأنه لبس ثوب مثلا لذا الإمام قال بلا تجسيد يعني هذا كلام كلام مجازي يعني الله متصف بالكبرياء هذا من صفات الذات للرب سبحانه وتعالى لكن لا نجسد الرب كما انه الانسان الذي هو جسم وجسد يلبس ثوبا مثلا كلا ليس هذا هو المراد ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يقول والمرتدي بالجلال بلا تمثيل الله سبحانه وتعالى ارتدى الجلال، كأن الجلال رداءه، الجلال يعني أن الرب سبحانه وتعالى يجل عن النقائص، فهو أعظم من أن يوصف بصفة نقص، يوصف مثلاً بالظلم، يوصف بالجهل، يوصف بالعجز، الله أجل من ذلك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ارتدى الجلال، لكن ليس ارتداء كارتداء الناس بل بمعنى الاتصاف تعبير مجازي، لذا الامام يقول بلا تمثيل ليس ارتداؤه بالجلال يراد به المعنى الحقيقي للارتداء حتى يكون مثل البشر، كلا حيث البشر يرتدون مثلا ملابسهم المراد هنا بلا تمثيل يعني التعبير المجازي وهو الاتصاف يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالجلال. الله سبحانه وتعالى متصف بالكبرياء والمستوي على العرش بغير زوال. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وقد مر سابقا مفصلا احاديث تفسر معنى الاستواء. ليس الاستواء بمعنى الجلوس الحقيقي على العرش، فهذا فيه محاذير كثيره عقليه ونقليه. يسبب الحدود لله سبحانه وتعالى يسبب احاطه المخلوق اللي هو العرش بالخالق وهذا محال يسبب الجهه يسبب المكان وامثال هذه الامور التي فيها تشبيه لله سبحانه وتعالى يستلزم خلو السماوات والارض يستلزم انه اذا نزل حسب ما يزعمون نزولا حقيقيا ان يخلو منه العرش وهذه محاذير بعضها محاذير عقلية بعضها محاذير نقلية يعني تخالف الآيات والروايات بعض لوازم كلامهم يخالف العقل الاستواء في الآية الرحمن على العرش استواء ليس بمعنى الجلوس الحقيقي وإنما بمعنى السيطرة وهذا اصطلاح متعارف والقرآن نزل بلسان القوم نقول الرئيس الفلاني جلس على كرسي الرئاسة زين هل هناك كرسي خاص اسمه كرسي الرئاسة يعني أفرض إذا هذا ما جلس على الكرسي لحد الآن الآن تم انتخابه بدون أن يجلس خلف الطاولة التي يصدر منها الأوامر نقول هذا التعبير شنو معنى جلس على كرسي الرئاسة أو فلان نقول جالس على كرسي الرئاسة زين نقول هذا واقف الآن مو جالس شلون أنت تقول جالس على كرسي الرئاسة قل جواب أنه المقصود تعبير مجازي يعني مسيطر يعني هو الرئيس طبعا الاستواء في الاحاديث بينت له معاني مختلفة كما مر نسبته الى الاشياء نسبة واحدة لا ليس بمعنى انه هو في مكان بعض الاشياء اقرب الى بعض الاشياء ابعد الى مكانا مثلا او في زمان بعض الاشياء اقرب اليه زمانا او ابعد زمانا كلا الله سبحانه وتعالى نسبته الى الاشياء نسبة واحدة هو الخالق وهي المخلوق فلا زمان ولا مكان ولا صغر وكبر هذه تؤثر في هذه النسبة نسبة ذرة إلى الله ونسبة المجرة إلى الله هي نسبة واحدة أنها مخلوقة وهو الخالق لا أنها بعضها أقرب إلى الله من بعض لأن هذا يستلزم المكان لا أن بعضها أقرب زمانا من, بعض من البعض الآخر هذا يستلزم الزمان ذاك كان يستلزم المكان وكل ذلك مستحيل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لذا الإمام يقول والمستوي على العرش يعني الرحمن على العرش استوى الله استوى على العرش لكن بغير زوال يعني هذا الملك لا يزول عنا الاستواء لا يزول عنا السيطرة لا تزول عنا أما المجسمة يقولون أن الله جالس على العرش جلوس حقيقي ثم يقولون أنه ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا زين إذا نزل نزول حقيقي إلى السماء الدنيا فيخلو منه العرش فقد زال عن العرش انتقل عنه هذا مو معقول لذا عندما تسالهم هذا السؤال يجي يتكلم بكلام غير معقول مثل كلام النصارى عندما تساله كيف يمكن ان يكون الرب واحد في نفس الوقت هو ثلاثه نفس الاسلوب اللي يستعمله هؤلاء النصارى في مغالطتهم يستعمله هؤلاء المجسمه يقول نعم هو جاي في السماء الدنيا لكن في الوقت نفسه هو في العرش مستوي عليه وجالس على العرش زين هذا تناقض إذا هذا الكلام يصح كلام النصراني هم لازم يصح لأنه يقول كلام خلاف العقل وأنت تقول كلام خلاف العقل ما الفرق؟ إذا واحد لازم يكون من المجسمة يفسر القرآن تفسيرا صحيحا لا أنه يفسره برأيه لا أنه يفسره بتفسير اليهود التوراتي للقرآن الإسرائيليات التي أدخلت في كتب بعض المسلمين وكأنه صارت عقيدة حتى قبل فتره قرات مقالا من كتاب يقول انه بعض الاسرائيليات نقلها مثلا فلان الصحابي انه في التوراه كذا بدون ان ينسبها الى رسول الله صلى الله عليه واله ثم بعد ذلك خطا نسبت الى الرسول صلى الله عليه واله فصار المطلب اللي هو في التوراه ومن الاسرائيليات منسوب الى الرسول وبعض الاحيان تعمد الكذب كانوا يكذبون على رسول الله حتى في حياته كثرت علي الكذابه او الكذابه يعني الجماعه التي تكذب فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار هذا لازم يحجز لنفسه مقعد في نار جهنم هذا في زمان حياه الرسول بعد حياه الرسول تدخلت الحكومات والمصالح والاهواء والشهوات وما الى ذلك ووضعوا احاديث كثيره وكثير منها دخلت في الكتب ونسبت الى الرسول صلى الله عليه واله زورا وبهتانا. والمستوي على العرش بغير زوال الله سبحانه وتعالى لا يزول عن هذا الاستواء، يعني الملك لله والملك صفه ذاتيه لله كما ذكرنا في الحلقه الماضيه. فلا يعقل ان يزول الملك من الله سبحانه وتعالى. والمتعالي على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسة منه لهم. الله متعالي، الله عالي ومتعالي. الفرق بينهما العالي علوه ذاتي. لانه هو الخالق المتحلي بجميع صفات الكمال. المنزه من جميع صفات النقص ونحن المخلوقون الذين نحن الفقر المطلق انتم الفقراء الى الله فهو بالذات عالي وايضا تعالى يعني اظهر علوه بما اراه من ايات سواء ايات تكوينيه او ايات تشريعيه الله سبحانه وتعالى اظهر هذا العلو الله سبحانه وتعالى متعالي، عندما تقول متعالي ليس المراد العلو المكاني. بحيث انه تتصور انه هو يعيش فوق السماء السابعه على العرش كما يتوهم المجسمه. يكون بعيد مثلا في المكان، كلا الله سبحانه وتعالى خالق المكان والمكان لا يعقل ان يحيط بالله سبحانه وتعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما وكان الله بكل شيء محيطا ايات قرانيه الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط لا انه المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى انت المجسم الذي تقول ان الرب ينزل في السماء الاولى، السماء الاولى مخلوقه وليست بمخلوق السماء الاولى مخلوقه فمعنى كلامك انها احاطت به وهذا يخالف القرآن، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا من جهة العلم، وكان الله بكل شيء محيطا، هو الذي يحيط لا أنه يحاط، زين هذا يخالف القرآن كما أنه يخالف العقل، الله سبحانه وتعالى متعالي على الخلق هذا علو في الرتبة لا في المكان علو في الرتب يعني هو الخالق الذي احاط بكل شيء علما وقدره وكل شيء تحت قدرته وتحت علمه سبحانه وتعالى ليس المراد البعد المكاني او القرب المكاني يعني حينما الايه تقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد حبل الوريد يعني هذا العرق الاساسي في العنق لكل انسان وريدان الذبيحة عندما يذبحونها يقطعون الاوداج الاربعة. الاوداج الاربعة منهما العرقان الرئيسيان. هذا حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى اقرب الينا من حبل الوريد، يعني شنو؟ انت اسال فد واحد مجسم الذي لا يقبل بتاويل القران التاويل الصحيح الذي جاء من الراسخين في العلم. وانما يحمل الالفاظ على ظاهرها. تقول له زين معنى هذا فسر لنا على الظاهر هل يمكن ان يفسر ان الله سبحانه وتعالى حل في جسم الانسان والعياذ بالله من هذه المقوله كلا زين فشنو معناه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد شنو معنى الرحمن على العرش استوى شنو معنى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم المعنى ليس القرب والبعد المكاني او الزماني المعنى الإحاطة، يعني الله سبحانه وتعالى أحاط بالأشياء من جهة العلم والقدرة، مو إحاطة مكانية، لأن الله ليس في المكان. علم الله وقدرته أحاطت بكل شيء. فلذلك عندما تقول هو قريب إلى المؤمن ليس المراد القرب المكاني، القرب المعنوي. يعني رضا الله سبحانه وتعالى ورضوانه شمل هذا المؤمن. عندما تقول الكافر بعيد عن الله سبحانه وتعالى ليس المراد البعد المكاني وإنما بمعنى أن غضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه وسخطه جار على هذا المنافق أو هذا الكافر العاصي مثلا إذا الإمام يقول المتعالي على الخلق بلا تباعد منهم أنه يعني علوه بمعنى البعد المكاني كلا ولا ملامسة منه لهم مثلا أنت تقول الهواء يعلو على التراب أو الراكب يعلو على الفرس مثلا هذا فيه ملامسة لأن الهواء يلامس الأرض الراكب يلامس الفرس ليس بهذا المعنى كما يفسر بعض المجسمة تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن الآية معناها انه لولا ان الله سبحانه وتعالى امسك السماوات والارضين لاختل نظامها ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن بمعنى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله بهذا المعنى نظير هذا المعنى أما المجسمة شنو يفسروا؟ يفسروا أنه ثمانية ملائكة كما في الآية الشريفة تحمل العرش وهؤلاء على السماء السابعة واقفون هؤلاء الملائكة السبعة الثمانية ويحملون العرش ويزعمون هؤلاء أن الرب جالس حسب زعمهم على العرش جلوسا حقيقيا وهو ثقيل والعياذ بالله من كلمتهم فلذلك هذا الثقل يكاد ان يحطم السماوات لكن الله سبحانه وتعالى ماسك هذه السماوات حتى لا تتحطم هكذا يفسرون. الامام يقول: بلا تباعد منهم ولا ملامسه منه لهم ليس هناك ملامسه لان الملامسه صفه الاجسام هذه الايد لمست هذه الايد، هذه جسم وهذه جسم احدهما يلمس الاخر. اللمس من الحواس الخمس يزعمون ان الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يخرج يده يخرج رجله فيدخله فيدخلها في نار جهنم حتى انها تقول قط قط زين هذا معناه انه اثبات الجارحه لله سبحانه وتعالى الرجل الجارحه وان جهنم احاطت بهذه الرجل هي اكبر من هذه الرجل لذا هذه الرجل دخلت فيها مثلا والعياذ بالله من هذه الكلمات التي دخلت من التوراة ومن الإسرائيليات التوراة المحرفة وكأنه وحي منزل نسبت إلى رسول الله زورا وبهتانا الإمام يقول المتعالي على الحلق خلق بلا تباعد منهم ولا ملامسة منه لهم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر يقول ليس له حد ينتهي إلى حده ولا له مثل فيعرف بمثله الله سبحانه وتعالى ليس له حدود إحنا إلنا حدود لأننا أجسام الجسم محدود أنت أعظم الأجسام إذا تفرض المجرة محدودة الآن علماء الفلك يقولون مثلا من طرف المجره هاي المجره اللي احنا فيها المنظومه الشمسيه فيها مجره درب التبانه من طرف هذه المجره الى الطرف الاخر منها من هذه المجره كذا مليون سنه ضوئيه الضوء مثلا في كل ثانيه يقطع مسافه اكثر من 300 الف كيلومتر فهذه مسافات في السماء مسافات شاسعه حسبوها بالسنوات الضوئية يعني الضوء في السنة كم مليار كيلومتر يقطع هذه صار حد ومقياس لحساب المسافات السماوية يقولون الآن الكون يخمنون مثلا من طوله إلى عرضه 12 مليار سنة ضوئية مثلا إلى حدود بالنتيجة ولو هذه الحدود عندما احنا نريد ندركها بالنسبة لنا تكون شاسعة جدا لكن لها حدود فلان شخص له علم أعلم الناس علمه له حدود ينتهي عند حد فلان قادر إلى قدرة كذا قدرته لها حدود المخلوق محدود من كل الجهات ولو هذه الحدود تكون بعيدة لكن محدودة الله سبحانه وتعالى هل لعلمه حد يعني نقول بانه ينتهي علمه عند حد خلاص كلا علمه لا حد له هل لقدرته حد كلا هل لحياته حد كلا ذات الله سبحانه وتعالى لها حد كلا الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله سبحانه وتعالى واسع، شنو معنى الواسع؟ ليس بمعنى الامتداد الجسماني لأن الامتداد هذه صفة للأجسام والله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم عن الجسم الواسع أحد معانيه أنه عطاؤه كثير واسع العطاء من جملة معاني الواسع أن وجود لا حد له علم لا حد له قدرة لا حد لها حياته لا حد لها لا حدود لها ينتهي عند ذلك الحد لذا الإمام يقول ليس له حد ينتهي إلى حده لأنه إذا كان له حد الحد صفة الأجسام فيكون جسم إذا صار جسم يعني يصير محكوم بصفات الأجسام صار إلى مثل صار محدود صار محتاج إذا صار محتاج فلا يمكن أن يكون خالقا بتفصيل ذكرناه في ذكر هذه الأدلة في حلقات كثيرة ليس له حد ينتهي إلى حده ولا له مثل فيعرف بمثله هاي من النقاط المهمة احنا الأشياء نعرفها بأمثالها قاعدة يذكرونها في علم المنطق والكلام تعرف الأشياء بأمثالها وبعض الأحيان تعرف الأشياء بأضدادها يعني يعني نحن نعرف النور لأننا عرفنا الظلمة حسب اصطلاح بعض العلماء في علم الكلام يقولون لو كانت الأرض دائما فيها نور نور بشكل واحد ما في شدة وضعف وماكو مكان فيه ظلام إذا ذاك الوقت كنا كان يقال لنا نور كنا نقول ما هو النور شنو هو النور يقولون هذا النور يحيط بنا من كل جانب نقول احنا ماذا نشوف شيء اسمه نور لكن كيف عرفنا أن عرفنا أنه هناك نور لأنه رأينا الظلمة فلذا عرف النور بالظلمه عرفت الظلمه بالنور اذا ما كان موت يعني لا يوجد شيء ميت كل حي عندما يقال لنا حياه وموت نقول ما هو الحياه زين واحد يجي يشرح لنا كذا قد لا نصدق قد كثير ينكر ذلك لكن حينما راينا الموت الحيوانات او الناس الميتين عرفنا معنى الحياة وكذلك العكس وكذلك تعرف الأشياء بأمثالها بعض الأحيان نريد نصف شيئا، نقول ذلك الشيء الذي أصفه لك مثل الشيء الفلاني اللي أنت شايفه فتعرف الأشياء بأمثالها الله سبحانه وتعالى ليس له مثل حتى يعرف بمثله ليس له ضد حتى يعرف بضده لا شريك له مساوي ولا شريك ضد له لا ند له ولا ضد له ما على الشريك إطلاقا الثنوية يقولون له ضد إله الشر يقولون إله الخير وإله الشر بعض المشركون يقولون له ند كلا لا ضد له ولا ند فليس له مثل فلا يمكن أن يعرف بمثله ليس كمثله شيء فلذلك نحن إذا أردنا أن نعرف الرب سبحانه وتعالى عن طريق آثاره نرى تلك الآثار فهذه الآثار عقولنا تدلنا على أن لها مؤثر وأن ذلك المؤثر متحلي بصفات الكمال ومنزح عن صفات النقص ولا له مثل فيعرف بمثله نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى المعرفة وإلى العمل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين